بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه الليالي الصيفية سوف نتحدث بإذن الله تعالى بين الفينة والأخرى على شخصيات بارزة تركت بصماتها في الحياة والمجتمع. هناك في التاريخ القريب والبعيد شخصيات مهمة للغاية، رجال ونساء استطاعوا أن يتبوأوا المقام الأعلى، حققوا نجاحات باهرة، تركوا بصمات قوية في المجتمع. نريد أن نتعرف خلال هذه الليالي الصيفية بإذن الله عن بعض هؤلاء الشخصيات، نستفيد من تجربتهم الناجحة في الحياة. وأقترح عليكم اليوم أن نتعرف على شخصية في البلاد الغربية في العالم المسيحي، وهي الأم تيريزا. هذه المرأة كيف بدأت وكيف صارت مشوارها الحياتي، وما هي النتيجة التي توصلت إليها؟ الكثير منا يسمع عن الأم تيريزا، ولكن من منا يعلم من هي، ما هي مبادئها، ما هي أهدافها، وكيف تبلورت، وكيف استطاعت أن تحوز حب الملايين من الخلق؟ هي امرأة عادية من أصول ألبانية، من ألبانيا. نحن نعلم بأن ألبانيا توجد في الاتحاد السوفيتي، ومنها تخرج الإمام الألباني. الإمام الألباني محقق كبير في الحديث النبوي الشريف، ويعتبر العمدة في عصرنا هذا. هو من ألبانيا ليس عربيا. فهذه البلدة خرجت مجموعة من الشخصيات غنتعرفوا عليها إن شاء الله تعالى. اليوم غنتكلموا على الأم تيريزا، والتي اشتهرت بخدمة الفقراء وخدمة المحتاجين وخدمة المرضى، بل وتجديد قواعد الدين المسيحي في أوروبا والعالم الغربي أجمع. هذه المرأة التي سوف تحصل على جائزة نوبل للسلام، وسوف تحصل على ميدالية الحرية، وسوف تحوز احترام وتقدير العشرات من رؤساء الدول العظمى. هذه السيدة كباقي الناس ولدت في العالم القروي. ما هناك لا علم ولا مؤسسات ثقافية ولا أي شيء، ولكن استطاعت أن تصل. العائلة ديالها فقيرة جدا، كانت تعمل في الفلاحة، ولكن هذه العائلة كانت متدينة بطبعها. فبدأت التعلم مبادئ القراءة والكتابة في طفولتها، ولما وصلت إلى السن العاشرة بدأت تتأثر بالسيدة مريم العذراء المذكورة في القرآن الكريم. في كتاب الله العزيز هناك سورة بكاملها اسمها سورة مريم، بل وعائلة مريم سورة بكاملة تسمى سورة آل عمران. فهذه المرأة تأثرت بالسيرة العطرة لمريم العذراء، فبدأت تحبها وازداد تعلقها بالإيمان بالله. فاختارت وهي صغيرة أن تتابع دراستها في التأهيل الديني، فدخلت في سلك الرهبنة وهي صغيرة، وبدأت تدرس وتدرس وتدرس حتى أصبحت أستاذة تدرس التلاميذ والتلميذات في سلك الرهبنة. وكانت الكنيسة في هذا الزمان، يعني في هذا القرن، بعثت بها إلى الديار الهندية أنها تعلم الناس في الهند. والتعليم مش مجاني، التعليم الغاية منه هو نشر المسيحية في أي منطقة مشوا ليها.
مشاو للهند منطقة فقيرة، كاين حروب، كاين استعمار بريطاني، ناس كيقلبوا على هي مشات تقري في وضعية مريحة، يعطوها واحد الأجرة جيدة، عطاوها سكن جيد، كتلبس آخر موديل، تعيش الحياة، كانت آنذاك في الثلاثين من عمرها. ولكن لما كانت تنصرف من بيتها إلى المدرسة تمر على القرى وتمر على المجتمع، فتجد بأن الناس فقراء، الناس محتاجين. فكانت تتساءل في نفسها واش الغاية من هذه الدراسة ديال الرهبنة وديال التأهيل الديني، أنني نقري القواعد العلمية ونسى المجتمع؟ ما قيمة هذه القواعد العلمية المستنبطة من الكتاب المقدس إذا لم تصل إلى الإنسان، إلى بني الإنسان؟ فكانت كل مرة تذهب إلى قرية فقيرة وتوزع ما عندها من طعام وما فضل عليها من مال. ولكن بعد مدة ولات كتجلس مع الكبراء ديال رجال الدين المسيحي وكتدخل، وليس من حقها أن تتدخل، هي مجرد أستاذة تنفذ تعليمات الإطار العالي، لكنها بدأت تتدخل وكتقول لهم يا سادة، أنتم عندكم هذا الدين عظيم، وسيدنا المسيح عليه السلام لو كان في عصرنا هذا ما جلس على الأريكة ولبس أجود اللباس وأكل أفخم الطعام، لو كان في عصرنا هذا لا جلس مع الفقراء وجلس مع المساكين وانتصر للمظلومين. فقالوا لها هذا الخطاب ديالك تحريضي، هذا خطاب كيخلق واحد نوع من التمرد اللي كيسمعوا. قالت لهم هذه الحقيقة، يلا معايا تشوفوا، راه كنخرج من الدار ديالي متوجهة إلى المدرسة، كنلقى في الطريق ديالي عدد ديال الناس فقراء متسولين، عدد من المتسكعين، عدد من المرضى والمحتاجين، وحنا عندنا الفائض، كندخل للخزين ديال الكنيسة كنلقاه ممتلئ بالخيرات، سكر ودقيق وحليب وفواكه وألبسة وأطعمة وأموال متراكمة. قالت لهم هذا ليس من التدين في شيء. هما حضروها، قال لها اسمعي، غتنفذي الأوامر، غتدرسي البروغرام اللي عندك، رزت عليه راه عندك إنذار. بقات كل مرة كتزيد خطوة إلى الأمام، فضاقوا درعا بها فعزلوها، عزلوها من سلك التدريس في الثانوية. ولكن قبل أن تعزل قامت بكسب تعاطف عدد كبير من التلميذات اللي كانوا في السلك الثانوية، وقال دابا أنا عاطلة ماذا أفعل، سوف أذهب لكي أساعد هؤلاء الناس، أنا ما عندي مقدرات مالية ولكن عندي أفكار وعندي إحساس صادق. فبدأت تذهب عند الجمعيات وعند الناس اللي هما في ظروف صعبة، كتقول لهم أنا أعاونكم. هما كيشوفوها ببشرتها البيضاء وعيناها الخضراوتين وشعرها الأشقر وتلبس لباسا أنيقا، قالوا هذه ما يمكنش تعاوننا، اللي عنده هذه الهيئة هذه هو من أهل الدنيا، بل منهم من قال أنت هي مبعوثة المخابرات، بعثتك المخابرات البريطانية باش تجسي على الفقراء. فكانوا يرفضونها، ما كيقبلوهاش، بقات كل مرة كتمشي لأي مكان ترفض، حتى لواحد اليوم واحد الحي فقير فيه مجموعة ديال السكن العشوائي، وجاءت البلدية باش تقوم بتطهير هذا المكان، جابوا التراكس وأرادوا أن يخلعوا هذا المكان، الناس يستعطفون وحتى واحد ما قدر يتكلم. فقامت هذه المرأة وقالت لهم هاد الناس فقراء خصهم فين يعيشوا. داك اللي غينفذ الحكم رجل السلطة قال لها هذا قرار ديال البلدية، قرار ديال الدولة، لابد أن أنفذه. فجاوبته بواحد الشجاعة، قالت لي أين هي الدولة، أين كانت الدولة لما كان هؤلاء الناس يعيشون الفقر وما كيلقاوش التعليم، ما كيلقاوش الصحة، ما كيلقاوش الشغل؟ الدولة نعم لها الاحترام والتقدير متى كانت تقوم بمهامها، ولكن لما تخلت عن هذه المهام أي احترام وأي تقدير؟ وقالت كلام قوي، وقالت لي سوف أرفع شكاية إلى جهات عليا. هذاك الممثل ديال السلطة احترم الكلام ديالها، وربما دخله شيء من الخوف فجرى
كل الحرس اللي كانوا معاه وردوا ديك التراكس وبقات الوضع كما هو عليه. الناس ملي سمعوا هاد المرأة كتكلم بصدق وبنية وكتدافع على حقوقهم فإذا بهم يثقوا فيها، تقوا فيها وقالوا فعلا هذه إنسانة ماشي مبعوثة مخابرات، هذه إنسانة تدافع عن الحق. فقال قالت لهم ما بغيت نبقى معكم، انتوما العدو ديالكم الأساسي راه هو الجهل والفقر، خصكم باش تخرجوا من هذه الوضعية المزرية لابد أن تحاربوا الجهل أولا ثم بالعلم نحارب الفقر، ومن ذلك نستطيع أن نحقق حقوق الإنسان ونحقق المساواة ونحقق العدالة الاجتماعية. الناس عجبتهم هذه الكلمات فبدأوا يهتفون باسمها، لكن أحد الجلساء قال لها أنت في هذه الهيئة ديالك أنيقة جدا، كتلبسي آخر موديل، وهذه الناس فقراء جدا، لابد أن تلبس لباس يكون يخليك تشعري بأنك بحالك بحالهم. فذهبت إلى السوق ديال الملابس وبدأت تختار أرخص ثياب، أرخص ثياب اللي هو اللي معروف، اللي بغي يعرف الأم تيريزا يقلب الصور ديالها على صفحات الانترنت غادي يلقى واحد المرأة ألبانية تلبس واحد اللباس اللي هو عبارة عن ثوب أبيض في شريط أزرق، أرخص ثوب اللي كان في الملابس كلها، يساوي دولار واحد، دولار يعني حوالي 10 دراهم. هذا هو اللباس ديالها. تركت الدنيا، هذا كتسمى حركة الزهد، حركة الزهد معاصرة. فبدأت تعلم الناس القراءة والكتابة، تحارب الأمية أولا، ثم بعد ذلك بدأت تزرع فيهم قيم التضامن، أن الفقير يعطي لمن هو أقل منه فقرا، وقيم اليد في اليد، نديروا يدنا في يدينا ونتعاونوا بعضياتنا، ثم قيم المحبة، قيم المحبة، قيم المودة، قيم الخير. فبدأت هذه القيم تزرع، هي وحدها نجحت في هذه المهمة. فبدأت الأخبار تنتشر هنا وهناك، فوصل الخبر إلى المدرسة اللي كانت كتدرس فيها. بعض التلميذات اللي كانوا كيحبوها وكيقدروها جاوا لعندها واتصلوا بها، قالوا لها احنا مستعدين نعاونك في هذه المهمة. قالت لهم يا ألف مرحبا. بدأوا دوك التلميذات كل واحدة فيهم كتخلق خلية صغيرة للتعليم، بحال عمل جمعوي، في كل منطقة فقيرة كنخلقوا خلية كنجمعوا فيها مجموعة ديال النساء وكنعلموهم مبادئ القراءة والكتابة، وملي كنساليو كنعلموهم قيم المحبة، قيم التعايش، قيم التضامن، وقيم احترام حقوق الإنسان. فبدأوا هاد الفتيات يتسع المدار ديالهم، وبعد ذلك ولو يقلبوا كيفاش يحصلوا من المدخول، بدأت التبرعات فيما بينهم، هما بنيات كيقراو في الثانوي، بنات عائلات كبيرة، ولو كيجيبوا التبرعات من عندهم وكيعطيو. استحسنوا الفكرة فلبسوا نفس اللباس، حتى هما حيدوا داك اللباس الأنيق اللي كان آخر موديل، آخر صيحة ديال الألبسة، حيدوها ومشاو شراو نفس اللباس اللي عند الميغ تيريزا. في الاول كانت كتسمى سوغ تيريزا، وهاد الميغ جا في الاخر ملي غتوصل الى الامم المتحده وغادي تعطوها جائزه نوبل للسلام. في الاول كتسمى سوغ، يا الاخت تيريزا. كلهم لبسوا داك اللباس البسيط اللي هو عباره عن ثوب ابيض فيه شريط ازرق. اذكر التقيت بمثل هذه المتعاطين لهذا العمل مرة، كنت في إيطاليا وكنا في ملتقى دولي عالمي للسلام، وحضر فيه عدد كبير من أهل الأديان، حضروا مسيحيون ويهود ومسلمون، وحضر بوذيون وهندوس، وحضر حتى الملاحدة، ناس في الاتحاد السوفيتي ماركسيين لينينيين، وناس في أمريكا الجنوبية لا يؤمن بالدين ولكنهم يؤمنون بقيم السلام. هذا الملتقى الدولي العالمي للشباب كان اليافطة ديالو، الشعار الأكبر ديالو، من أجل سلام عالمي، الكل يضع اليد في اليد. كتعرف على أفكار، كتعرف على ثقافات، كتعرف على مجموعة ديال الأشياء. أنا ذاك استرعى انتباهي هذه الفئة اللي هما تابعين لميغ تيريزا، كتسمى السكت
تيار ديني في المسيحية، الخلاصة ديالو كيقول لك اللي بغي يتقرب إلى الإله، أعظم طريقة تقرب إلى الإله كتكون بالإحسان إلى خلقه. هذه الفكرة التي زرعتها سير تيريزا لأتباعها، قالت لهم لاحظت بأن الآباء المسيحيين يكثرون من العبادات ومن التهجد ومن الأذكار، ونسوا بأن أعظم شيء يحبه الخالق عز وجل أن تحسن إلى خلقه. هذه الفلسفة كلها، نعين الضعفاء، نعين المساكين. أذكر جلست مع هؤلاء الفئة في البلاد الإيطالية في إحدى المراكز الكبرى، ووجدت بأن هؤلاء على قدر كبير من الجمال، وعلى قدر كبير من التواضع، وعلى قدر كبير من التضحية ونكران النفس. تعجبت في نفسي، قلت نحن المسلمين، نحن أمة لا إله إلا الله، نحن من أمة محمد رسول الله، نحن أولى الناس بهذه السلوكات، ناس بسطاء ويلبسون لباس بسيط، يأكلون أكل بسيط، ويشتغلون كثيرا ويعملون كثيرا، ولا يطالبون بالحقوق. عندهم مبدأ عدم المطالبة بالحقوق ولكن القيام بالواجبات. أذكر من بينهم أحد راهب شاب اسمه كارلوس، كان من كرواتيا، وجدته شابا وسيما ومتخلقا ولكنه مسيحي لا يقول بالدين الإسلامي. فتعجبت أن هذا الشخص هو كان طبيب جراح ويعيش حياة بسيطة. قلت لا إله إلا الله، لو أنك يا كارلوس قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. جلسنا في مجلس فيه طعام وطعام جماعي، وكانت مجموعة من الأخوات الزاهدات من أتباع ماتغزة، كلهن طبيبات وأستادات. إذا شفتهم سبحان من خلق فسوى، ولكن اللباس ديالهم بسيط جدا جدا جدا، وتواضعهن كثير جدا جدا جدا، واجتهادهن عظيم جدا جدا جدا. أذكر من بينهم السور روزا والسور باولا والسور مجموعة منهم نساء من أوروبا في واحد تواضع وتدين عظيم. وكانوا معنا واحد المجموعة من العالم العربي، مسيحيين من العالم العربي. أذكر من بينهم الأخ جو، هذا لبناني، وكان في قلبه رحمة عظيمة، يساعد الفقراء ويساعد المساكين ويجتهد في مثل هذا العمل. كانت من بينهم كذلك سور كلاغ، هذه سورية، وهذه السيدة تعمل بجد واجتهاد في خدمة الآخرين، هي أستاذة، وغيرهم من السيدات الفاضلات. فتعجبت كيف هؤلاء الناس عندهم هذه الأخلاق وهذه القيم، لا ينقصهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذكر لما كنا في جلسة حوار، جاء وقت الصلاة، فكنا مع بعض الناس، قلنا نحن مسلمين سوف نصلي، وتعمدت أن أصلي وأقرأ بالفاتحة وبمقاطع من سورة آل عمران أو مقاطع من سورة مريم، فإذا بهؤلاء المسيحيين العرب ترتجف قلوبهم ويقولون ماذا قلت. أذكر لما قرأت قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قامت سور كلاغ وهي سورية تفهم اللغة العربية مسيحية، قالت لي ماذا قلت في صلاتك؟ قلت كنت أصلي وقرأت القرآن، ماذا قلت عن مريم؟ قال ربنا عز وجل يخاطب الملائكة من السماء، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني من أعظم نساء العالمين في ذلك الوقت، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تعجبت هؤلاء النسوة، فهم أيضا يطبقون نفس السلوك السيدة مريم بالذكر والسجود والركوع وغير ذلك. مرة ثانية كنا نصلي فقرأنا قول الله تعالى، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا،
فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الغريب أن هؤلاء النسوة كلهن من أتباع مرتغزة تجمعوا ليستمعوا إلى هذه الكلمات. قال هذا الكلام ما هو؟ هذا القرآن الكريم، إنه يتحدث عن مريم الطاهرة البتول. فإذا بإحدى المسيحيات تأخذ المصحف وتقبله وتعانقه، قالت يكفي تعظيما لهذا الكتاب أنه ذكر السيدة مريم بالإحسان. هم عندهم مريم عليها السلام المرأة المقدسة. الغريب في الأمر وهو أن الرجال أيضا لابد أن نستهدفهم. فجاء وقت الصلاة وقرأنا ما تعلق بسيدنا المسيح عيسى بن مريم، لما قال فيه ربنا عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أذكر بأن الراهب كارلوس اللي هو من كرواتيا بدأت عيناه تدمعان، والأخ جو من لبنان بدأ يفهم العربي ويقول هذا كلام عظيم يتكلم عن السيد المسيح بهذا المجد وبهذه العظمة وبهذه القداسة. قلت ذاك القرآن الكريم. هذه الجماعات، جماعات مير تيريزا، انتشرت بشكل قوي في البلاد الغربية وفي البلاد الشرقية، في الهندي وفي الياباني وفي الصيني وفي إفريقيا خصوصا، لأن المير تيريزا بماذا اهتمت؟ اهتمت بالأطفال الصغار المرضى، واهتمت بقضية العجزة الذين لا يجدون مأوى، واهتمت بقضية المشردين الذين ما عندهم مكان أو مأوى، واهتمت بقضية المنكوبين ضحايا الحروب كما هو الآن واقع في سوريا أو في بلاد الإفريقية، الناس ينزحون منكوبين. كانت تقول المير تيريزا بأن مهمة الرهبنة ليس هي تلبس لباسا أنيق وتتحدث باسم السيد المسيح عليه السلام، وإنما غايتها هي العناية بالجائعين وبالعراة وبالمشردين وبالعاجزين وبالعميان والمنبودين، كل هؤلاء البشر الذين يشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم أو محرومون من العناية والمحبة، أولئك الذين يعتبرهم أفراد المجتمع عبئا عليهم فيتجنبونهم. نحن هذا هو هدفنا. هكذا كانت أم تيريزا تسعى إلى ذلك. وهنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول ربنا جل جلاله: أبغوني في ضعفائكم. ربنا يتكلم من أراد أن يعبر عن محبته لله في الضعفاء: أبغوني في ضعفائكم. هذه الفئة بدأت تتعلم أسرار التدين عند السيد المسيح. السيد المسيح عليه السلام أعطاه الله كرامة أنه كان يبرئ الأكمة والأبرص، كان الناس له ممرضة يعالجهم بقدرة الله غير بلمسة. كان كي يلمس المريض عنده الجدام، عنده البرص، عنده الشلل، عنده أي مرض خطير كيمسه بيده يتشافى، أو ينظر إليه في عينيه فيقوم مشافى. بل كان كي يأتي إلى الميت ويقول له قم، يلمسه فقط يلمسه فكان يقوم. بل الرواية تحكي بأنه كان مستعجل وإحدى السيدات قالت له إلمسني حتى أشفى، فهو كان غادي زربان فمست فقط طرفا من ثوبه فشفيت. قالت لي: لقد لمست طرفا من ثوبك فشفيت. قال: يا امرأة، بل شفاك إيمانك بالله، إيمانك هو الذي شفاك. وربنا عز وجل يتحدث عن هذه المعجزات والكرامات في القرآن الكريم، لما قال عن سيدنا عيسى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هم في تربيتهم اعتنوا بالمناجات لله تعالى وبالأذكار ليتقوى الإيمان. هم يبحثون عن قوة الإيمان في صدورهم. لماذا؟ لكي يستطيعوا أن يعالجوا المرضى. وفعلا استطاعوا أنهم يقومون بعلاج المرضى. ربما الأمهات اللي كيسمعوا فينا الآن عارفين بأن غير في بلادنا في الدار البيضاء والرباط والمدن الكبرى كان هناك محطات ديال العلاج فيهم الرهيبات.
الرهيبات اللي كانوا كيوزعوا الحليب ديال الكيكوز وكانوا كيعطيو الدواء فابور وكانوا كيتهلاو في الناس وكيسحروهم بالابتسامه ديالهم. هادو معظمهن ما بقاوش الان، انتهت هذه الحركه ولات ضعيفه ولات منشطه في جهات اخرى، لان ولا اصبح عندها هدف نشر الفكر المسيحي والعقيده المسيحيه. فكانوا الناس كيتفاجئوا كيفاش هاد الناس فيهم هاد المحبه والموده. كانت المير تيريزا كتقول لهم اجي نتعلموا التمريض ونتعلموا التطبيب، لان في العهد ديالها انتشرت امراض خطيره مثل الكوليرا والتيفويد بل والايدز، فكانت تقوم بالمعالجه. بعض الناس كانوا كينتقدوها يقولوا لها هاد انت ما عندكش درايه واسعه بالطب، فكيف تعالجين الناس؟ ومع الاساليب المتبعه في العنايه الطبيه اللي عندك لا تراعي المعايير الطبيه المعروفه، حل استخدام الحقن الجديده. ولكن كتلمعتزه كتقول لهم القضيه ماشي مرتبطه بالاساليب المتبعه في العنايه الطبيه بقدر بان مقياس النجاح هو الصدق والامانه والاخلاص في العمل، هو المقياس والنيه الحسنه. وبقات المرتغزه كتسعى الى هذه الامور، واستطاعت ان تؤسس مجموعه كبيره من الجمعيات، فاسست جمعيه تسمى جمعيات راهبات المحبه، كيسعوا الى نشر المحبه بين الناس، ودارت مجموعه جمعيات اخرى كثيره، وجميع النساء كيلبسوا الساري الهندي القطني بلونه الابيض والخط الازرق، ودارت ارساليات خيريه عبر العالم، حتى دارت تقريبا حوالي 600 مركز خاص بخدمه المرضى والفقراء حول العالم. كتقول لك انا لا اسالك عن الدين، كن ما شئت، ولكن انت ابن الانسان، انت مخلوق لله، فعلي ان اساعدك دون ان اسال من انت ما دينك، ولكن اساعد المرضى والفقراء عبر العالم. استطاعت ان تكون 600 مركز، واستطاعت ان تجند الالاف من الشباب والشبان كلهم في التأهيل الديني، ودارت ما يسمى بالاخويات. الاخويات هي واحد المراكز كيتجمعوا فيها الناس بمبدا الاخوه، اكثر من 300 اخويه في العالم، الناس كيتجمعوا. ما تقول لي اش من دين عندك واش من جنسيه، انت انسان وانا انسان، كلنا ابناء ادم خلق الله. كتسمى الاخويات، كيتعاونوا كيتعاطفوا كيخدموا بعضياتهم بالمحبه والموده. ودارت متطوعين بالالاف عبر العالم، واستطاعت ان تعالج مرضى الايدز، مرضى البرص والامراض المعديه الغير قابله للشفاء، بل ودارت مطاعم عظيمه استطاعت ان تطعم بها الالاف من الجائعين والعاجزين، ومراكز الرعايه الاجتماعيه، ودارت مآوي الايتام والمدارس. هاد المراه من اللي دارت هاد الامور كلها كانت كتجمع تبرعات خيريه. طبعا الناس لابد خصهم ينتقدوا، قالوا بان الطب ديالك غير صالح، وقالوا بان المال الذي ترجمعينه يا مير تيريزا ربما تستغنينه لنفسك، ولكن ثابت بان المراه عاشت فقيره حتى ماتت فقيره وعمرها 80 سنه، كانت تاكل اقل شيء وتلبس ارخص شيء حتى توفاها الله. فالمال والتبرعات الماليه التي كانت تجمعها ليس لامرها الشخصي، وانما لامر الفقراء والمساكين. وطبعا من اللي غدير هذه الامور كلها سوف تحوز بدرجات عظمى، انها سوف تحصل على جائزه نوبل للسلام. جائزه نوبل للسلام حصلت عليها في 1985، وهذه الجائزه بوأتها مقام رفيع، وحصلت على ميداليه الحريه من رئيس دوله امريكي، وحصلت على عده جوائز عظمى. الجائزه ديال نوبل راه فيها مئات الالاف من الدولارات، فيها واحد المبلغ خطير جدا، وكانوا كينتظروا بان هذا المال ملي كياخذوه بعض الناس في جائزه نوبل للسلام كيشري بها هليكوبتر خاصه بها، وكيشري به مثلا واحد المنتجع سياحي، هي ما خدت منه ولو فلس واحد، وانما ارتدت الساري الهندي البسيط ذاك الابيض اللي فيه خط ازرق فقط لون السلام، وكل المبلغ كله طلبت ان يعطى للفقراء. وكان خصوصا كانت في الهند حوالي كانت هناك مجاعة عظيمة، فأطعمت به ما يزيد عن 5000 طفل هندي فقير يأكلوا طوال العام، طوال العام الإطعام لهذه المراكز اللي فيها الأيتام من الأطفال الفقراء. بل حتى المراسيم اللي كانت في الأمم المتحدة
كيكون عشاء تقليدي يحضره للشخصيات الكبار وكيتقام بالشيء الفلاني بمبالغ كبيرة. طلبت أن يلغى العشاء التقليدي، قالت لهم كل اللي يتعشى في داره والمبلغ اللي كاين يوزع على الفقراء والمساكين. فالناس جميعا تعجبوا لهذه المرأة الحديدية اللي عندها قراية بسيطة واستطاعت أن تؤثر في العالم، واستطاعت أن تطعم الفقراء والمساكين وتعالج المرضى، واستطاعت أن تصل إلى أعلى القمم. لما طردوها من التعليم الديني بتهمة التمرد، في الأخير غادي يعطوها مقام أرفع، غادي يعطوها ماشي سير تيريزا وإنما لقب مير تيريزا، كاين لو بير الباب وكاين لا مير تيريزا، عطاو هذه الرتبة العالية. فكانت الناس كلهم يحترمونها ويقدرونها. لكن المفاجأة ماذا حصل؟ وهو أن في آخر حياتها سوف تقع في صدمة عظيمة. آخر حياتها بدأت تبعث برسائل إلى أصدقائها وإلى المسؤولين الدينيين والروحيين في الكنيسة العظمى. كتبت كلام غريب، من بينه قالت: أين إيماني؟ تتساءل، جه الشك ومشى لها اليقين. قالت: أين إيماني؟ إني لا أجد في أعماقي إلا الفراغ والعتمة، إني لست مؤمنة. هذا الكلام كتبته وعندها 78 سنة، كانت كاتبة تكتب، بل كتبت كتاب ونشرته، كتاب عن سيرتها الحياتية فاجأت به العالم، العالم اللي كان كيشوفها بأن مقام عظيم. قالت لهم: أنا لا أساوي شيء. قالت لهم: إذا كنت يوما قديسة فسأكون حتما قديسة الظلمات. صدم الأتباع فيها، شحال ديال الأتباع صدموا، قالوا هذه المرأة أعطتنا واحد النموذج جميل وفرحنا به، وفي الأخر تبين بأن هي بنفسها لا تشعر إلا بالفراغ والعتمة في أعماقها، وأنها ليست مؤمنة، وأن جاها الشك، وأنها قديسة الظلمات. تفاجأ الناس، لماذا وقع لها هكذا؟ قالوا: لأن هذه المرأة فعلا أحسنت صنعا، اعتدت بالفقراء بالمساكين، حاربت الأمية، فعلت الخير. ولكن حينما يقترب الإنسان من نهايته، من موته، يرى مقامه في الدار الآخرة. هذه المرأة رغم العمل الصالح التي قامت به، ولكن الدار الآخرة لولوج رحمة الله والدخول إلى الجنة لابد لك من المفتاح. ما هو المفتاح؟ مفتاح الجنة، مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي لا تقول بذلك، تقول الله والابن وروح القدس، تقول بالأقانيم الثلاثة. وربنا عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. لهذا لاحظوا بأن عدد كبير من هؤلاء المسيحيين العظماء عاشوا حياتهم طيبة، عاشوا في التضحية، في الزهد، في العطاء، كانوا مثل الشمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين. لكن دائما الغالب فيهم أنهم حينما يقتربون من الوفاة يشعرون بالضياع، يشعرون بنوع من الحزن، بالظلمات في أعماقهم. ما السبب؟ السبب هو أنهم يفاجئون بالحقيقة الأزلية، وهو أن بعد مغادرتنا لهذه الحياة الدنيا سوف نرحل إلى عالم آخر. لكي تدخل إلى الجنة لابد لك من كود بين، لابد لك من مفتاح، والمفتاح هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي يعتقد بأن غير هذا الاعتقاد هو غير مقبول. وربنا عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل حتى السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام نفسه وجد حرج، رغم أنه لم يقل لهم اعبدوني، ولكن يحكي لنا القرآن الكريم بأنه سوف يجد حرج عظيم، لأن الناس اتخذوه إلها من دون الله، لأن الناس عبدوا ابن أمه مريم رغم أنه لم يفعل شيء من ذلك. عتاب كبير سجله الله تعالى في كتابه العزيز في قضية عيسى بن مريم. يقول الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هكذا قال عيسى ابن مريم آخر الرسل، قال هذا الكلام لكي يتبرأ من أي عقيدة غير عقيدة التوحيد. ومع ذلك السنة الماضية جبرا لهذه التعليق التي أدت إلى خروج الكثير من المسيحيين من مسيحيتهم وبدأوا يبحثون عن الحقيقة، قام البابا فرانسيس برفع الأم تيريزا إلى مرتبة أعلى من جائزة نوبل وأعلى من ماغ من الأم، وإنما أعطاها رتبة القديسين، مرتبة القديسين الدرجة الأولى، في احتفال عظيم أقيم بالفاتيكان تقديرا لمساعدتها الإنسانية وتضحيتها الجسيمة. ولكن لابد الإنسان أن ينظر إلى الخاتمة، فالعبرة بالخواتم، والخاتمة أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العالم الآن محتاج إلى هذه العقيدة الإسلامية النورانية لكي تبلغ إلى العالم الغربي لنشر قيم السلام والرحمة وتصحيح المفاهيم الحقة وتجاوز الأخطاء التاريخية التي يسير عليها الكثير من الناس، ويبقى القرآن الكريم شهيدا على كل ما ذكرناه، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الأحبة الكرام، نبقى مع فاصل ونعود لنفتح خطوطنا ولكي نتحاور حول هذه القضايا وغيرها، فألف مرحبا بكم جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والمشاركة: 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62. وقبل أن نأخذ أول مكالمة من شيشاوة مع فاطمة الزهراء، أذكر بقضية أخينا إبراهيم. إبراهيم اللي كان بالأمس أحكى لنا واحد القصة تراجيدية، أن زوجته ماتت وتركت له بنية، ثم مات الوالد وبقيت أمه في عنقه، وبقص إبراهيم اللي هو موظف وعنده مسؤولية كيقابل أمه وكيقابل بنته، فاضطر أن يتزوج. فتزوج مع فتاة، ولكن بعد مدة اكتشف بأنها تضرب أمه وأنها توبخها وتعاتبها، ووقف على ذلك بأم عينيه، وفي الأخير وصلوا المحكمة وألقي عليه القبض وحكم بسجن لمدة شهر ثم بالبراءة، والزوجة بشكاية كاذبة، وبقى سي إبراهيم في وضعية يريد حلا، لأن بغي يتزوج خاف، بغي يبقى بلاش ما قدرش، مسؤولية الأم مسؤولية البنت والوظيفة كتطلب منه خدمات كثيرة ويتغيب. كان بغي نقول سي إبراهيم القضية ديالك راه أثارت الاهتمام ديال الكثير من المستمعين والمستمعات، وداخل الإذاعة توصلنا بطلبات لسيدات يرغبن في الزواج بك، من بينهم الأخت أمينة من مراكش، والسن ديالها 41 سنة، امرأة طيبة وفي قلبها الرحمة، قالت لك أنا مستعدة نتزوج مع سي إبراهيم ونجعل الأم ديالو في أعماق عيني، ونجعل البنت ديالو في سويداء قلبي، ونخدمو خدمة صادقة لأنه مرضي الوالدين. كذلك الأخت خديجة من الدار البيضاء عمرها 45 سنة، كتقول لك بأنها مستعدة أن تفعل ما يرضيك وزيادة، وكلام طويل قالته هذه الأخت الفاضلة. وكلتا الأختين يعني كتستشف من خلال المكالمة معهم بأنهم بنات الناس وباغي الخير. كنقول سي إبراهيم إلا كنت مهتم، لم نسجل رقمك بالأمس، إلا كان ممكن عاود اتصل بنا، أعطينا الرقم ديالك وحنا إن شاء الله تعالى نمدك بأرقام هذه الأختين وغيرهن، واستخر ربك عز وجل، وسوف يبعث لك بدل العروسة 1000 عروسة، غتكون إن شاء الله مباركة مسعودة، وغتعتني بالأم وتعتني بالبنت وتعتني بك أنت إن شاء الله، وتدخل عليك مباركة مسعودة. فسيدي إبراهيم الأرقام ديال هاد الأخوات هو مسجلين عندنا،
ولكن يلزمنا رقمك أنت يا أخي إبراهيم. إذا كنت في الاستماع اتصل بالإذاعة واترك رقمك، وإن شاء الله نقيم هذه الشبكة من العلاقات لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا. الآن نبدأ بأخذ المكالمات. للا فاطمة الزهراء من شيشاوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرحانة عمتي وحسداني معك الخط اليوم. يا ألف مرحبا بنتي. إذا لباس ولله الحمد. مرحبا. اسمح لي حيت من الكسوية ما كاين لا شمتي. احنا في أسرة واحدة في هذه الإذاعة ديال القرب، كنجتمعوا كنتحاوروا كنشكيو بعضياتنا كنتفرغوا الهم، واللي قدرنا نديروه كنديروه، ما قدرناش كنرفعوا أكف الضراعة إلى صاحب الأمر، هو يمدنا بالخير والبركة. أنا بغيت نعاود لك واحد القصة ديالي. مرحبا بنتي. أنا غنتزوج. نعم. ولكن ما بغيتش نتزوج دابا. علاش؟ حيت ما بغيتوش. شحال العمر ديالك فاطمة الزهراء؟ 18 عام. وهذا الخطيب اللي جاك اشنو اللي ما عجبكش فيه؟ اشنو اللي ما عجبكش فيه هذا السيد اللي بغى يتزوج معك؟ علاش ما بغيتيش؟ بغيتيش حيت خاطبني من عام. نعم. ولا انت قلبك معلق بشي شخص اخر؟ لا؟ تعرفت على شي شخص اخر باقي ما جاش خطبك؟ عندي واحد الدري، عندي واحد الدري، ولكن اصلا تعرفت عليها ها مؤقتا، ماشي ملي خاتمني داك الدري. واش هو تعرف عليك بنية الزواج ولا غير لتمضية الوقت؟ حتى الا كان لا قبل الزواج مرحبا، ولكن لكن غير بعض الشباب كيبغي يتعرف على الفتيات لكي ينتقل من زهرة إلى زهرة ويقتطف رحيقها ثم يغيب عن الأنظار، هذا لا، هذا لا ينبغي أن نعمر به قلبي. لا لا لا، الدري بغاني نتزوج به، ولكن أنا دابا لقيت مشكلة مع الدري حيت قررت نتزوج، حيت غا من هنا حتى لشهرين. نعم. غايديروا العرس، ولكن دائما كانت كي ما فرحاناش عرفت، ما حسيتش بالفرحة، وتقول من تي كتقلب نديرها هذه الدوش كتفرح. اييه. انا ما عمرني حسيت بهذه الفرحه. لا، الزواج الاصل فيه هو استقرار وفرحه وسكينه، الزواج ديما فيه فرحه بلا ما نكملوا المسيره، لان خصني ندخل على فرحه، والا غتعود حياتي كلها كابه واحزان وشجار ويبوء بالفشل في اقرب طريق. لا ابنتي، بغيناك تكوني فرحانه وسعيده، وحتى واحد ما يجبرك، وحتى واحد ما يفرض عليك، خصوصا انت باقي شابه صغيره. كيقول لي هذا هو رفيقك، كنقول لهم انت ملي تزوجتي عليك، كيقول لك لا حنا صافي، ملي ترى خاصك تزوج هذا الدري لو بغيتي والله ما بغيتي. لا لا بنتي، لابد ان المراه تستشار ونشوفوا الراي ديالها والاحساس ديالها، خصوصا وانت باقا صغيره. لو كنت مثلا عندك 45 عام والوالدين توفاو وبقيتي بوحدك، غنقولوا بداك الشيء اللي قسم لك الله، انتظرتي ها طال انتظارك، هذاك هو رزقك، الله يجعل البركه، دوزي الحياه الحلوه والمره. اما انت باقا شابه صغيره في زهره الحياه الدنيا في ربيع العمر، ما تزربيش بنتي، استخري الله. فاطمه الزهراء نسولك بنتي، استخرتي الله تعالى على هذا الزوج؟ استخرت. واش بان لك؟ بان لي والو. والا كانت الاستخاره راه كتكون صادقه، الاستخاره كتعطيني العلامه، انا ما بغيتكش يا بنتي تزوجي اليوم وغدا تصبحي في نكد، الناس فرحانين وانت هي كتبكي. عرفتي عمي اقسم بالله العلي العظيم ما فرحاناش، وتقول وخيف هي. ما شاء الله، اشنو ما عجبكش في هذا الشاب؟ شنو اللي ما عجبكش فيه؟ واش كيدخن؟ لا ما كيدخن. اش عنده المشكل ديالو؟ ما دخلش لك قلبك والسلام. ما بغيتوش، وماشي ذاك الولد اللي كنت كنتمنى انا في حياتي. وطبعا هذه ماشي عيب، لان كل فتاه عندها فارس احلامها في ذهنها، هذه شيء خلق الله تعالى. كل واحد ملي كيخلق الله عز وجل كيدير ليه واحد الصوره ذهنيه في فكره، الشابه دار ليها فارس احلام، والشاب دار ليه فارسه احلام في الذهن، صوره ذهنيه مخبيه تما عندنا لداخل. ملي كيجيك اي واحد كديري مقارنة بين الصورة الذهنية والصورة اللي في الواقع، إلا كانت قريبة كنقبل وكنفرح، إلا كانت بعيدة أتردد وأتملص وأتراجع، هذا شيء طبيعي. حيت كنقول كل ما كتب عليا الله في الدنيا أنا راضية عليه، ولكن إلا الزواج ما خليت، ما درت، حاولت درت أكثر من هذه باش نبغي الدري، ولكن ما بغيتيش، ما كنحملوش. إذا بنتي الفقهاء والعدول راه خصو يسولوك هذا السؤال،
بنتي فاطمة الزهرة، واش انت هاد السيد باغيه؟ الا قلتي لي غير بالاشاره بانك ما باغياش، لا ينبغي عليه ان يمضي العقد. قلت لما غنقول هادشي، قال لي الا قلتي لهم داكشي ما ترجعيش، ما انت بنتي ما انا امك. ولا دابا ماماك خصني يتكلم معها ويقنعها. بنتك واش بتلوحها في العافيه؟ واحد كلهم لا ما عندوش الحق بنتي، هذا هذه تقاليد عامية. انا بعدا كنقول ما نسمح لكم ولا عطيتوني لذاك السيد. لا بنتي حنا كنشوفوا تجارب كثيره بحال هذا الواقع، كتعود البنت معذبه وكترجع لوالديها، كترجع لهم حامله. لا بنتي لا، هادشي ما بغيناش يكون، حنا بغينا تكوني فرحانه وسعيده وتزوجي وانتي كتزغرتي، ما بغيناش تمشي بالدموع ديالك. انا بعدا والله كل هاد الايام ما عرفت كيفاش جات هاد العواسه، كان كيما داك ما كيحبسش الدموع في عينيا دائما دائما دائما. لا بنتي لا، غادي زيدي استخري الله سبحانه وتعالى، ولا الفرحه ما دخلش لقلبك قول لهم لا. غير راسي ونتهنى، قالت لي تموتي الا بغيتي تموتي موتي، المهم ما تقوليليش ما نتزوج. ما شاء الله. فاطمه الزهراء كتكون في شيشاوه. اه بنتي واش حداكم الجامع كاين الفقيه تما؟ احسن طريقه غنديرها نمشي عند شي واحد بعقله، شي حاج عنده وزن عميق وكيحترموه الناس، غنمشي عند الفقيه ديال الجامع، اما الامام او الخطيب، ونقول لي سيد الفقيه بغيت نتكلم معك، انا وقع ليا وبغيتك توقف معايا. وغادي الفقيه غادي يسمع لك وغيقول لك هكا الشريعه الاسلاميه الغراء قالت لنا بان ما يمكنش نتزوج البنت وهي كارهه، وغادي تقول لي يلاه معايا بغيت تقنع امي وبا بالشريعه بالقانون والحديث، والفقيه غادي يمشي وغادي يقنعهم وغيتراجعوا على القرار ديالهم. حيت كيقولوا لي هذا راه الدين، كنقول وكان بغيت غير نعرف اشنو هذا الدين اللي كيقول باللي تزوج البنت ما بغات تزوج. لا الدين لا يقول هكذا، الدين كيقول لك لابد من القبول، من شرط الزواج كيقول لك الايجاب والقبول، هذا اول شرط قرا عليه في الفقه الاسلامي، غيقول لك رقم واحد الايجاب والقبول، الا ما كانش هاد الجوج راه ما كاين والو، لابد من القبول تكون قابل ومقتنع وكتمضي وانت راضي، اما الا كنت مكره لا. فمن اكره وقلبه مطمئن بالايمان، الاكراه هو مفسد للعقد، ما كاين لا زواج لا والو بنت فاطمه الزهراء. انا بعدا حيرانه ما عرفت اش غندير، كان رزيتهم طلبتهم قلت لهم راه ما تعطينيش الهوا، كاين حتى شي واحد مثلا يكون غير شي بنت اللي كندير شي حاجه خايبه غنقول اه نسان الزوج، حيت كندير هادشي وكندير هادشي، ولكن انا حاجه الوحيده اللي كنخاف عليها الدنيا هي الله، ما كنخافش حتى شي حاجه. دابا هما خايفين عليك فاطمه الزهراء، الوالدين كنعذروهم، بغاو بنتهم تستقر ودير البيت ديالها، خايفين عليك ربما يكون داك الشاب اللي كيتكلم معاك. لا ما ساقين كاع خبر باللي قال لي واش كاين شي حد في حياتي، كنقول ما كاين حتى شي واحد. نعم بنتي. اصلا هاد الدري ما نتعلقاش به بزاف فهمتي، ولا ماشي على ودو غنرد ما بغيتش هاد السيد. نعم انت هاد السيد ما اقتنعتيش به. ما دخلش ليا الخاطر من النهار الاول. انتهى الامر بنتي، انتهى الامر، لان الزواج راه بحال الطعام والشراب، خصو يدخل لك لخاطرك وتشتهيه، الا ما كانش بلاش غتكون الحياه نكد. اسمح لي انا قطعتك. نعم بنتي. هو وعائلتي زعما عرفتي الا جاو للدار دائما ما عمرني فرحانه بيهم. لا حول ولا قوه الا بالله. كنخرج من الدار كنقول ما بغيتوش، هذه دائما كاينه في امي ما بغيتوش. انتهى الامر بنتي، الا كانوا والدك في الاستماع غنقول لهم اي اجراء قمت به في فاطمه الزهراء هذا كتسمى غصب، والغصب حرام في الدين، غنغصبوا هذه الفتاه، غادي نوكلوها طعام وهي لا ترغب فيه، لو كان طعام وجبه واحده كان الامر هين، ولكن الزواج الى طال فهناك مصيبه كبرى، كنمشيو للمحاكم وكنلقاو تقريبا يوميا العشرات بل المئات من ملفات الطلاق مثل هذا السبب. النهار الاول كنسولو كيفاش تزوجتو؟ كيقول لك ما بغيتو ما بغاني. علاش؟ تقاليد عادات وكيحصدوا الاشواك. فاطمه الزهراء بنتي خليك في الراي ديالك، حاورهم بالتي هي احسن، والديك اياك ثم اياك تحدث فيهم النظره، اياك ثم اياك ترفعي صوتك عليهم، اياك ثم اياك تنهريهم، قل لهم كلامكم حلو وعلى الراس والسمع، ولكن راني ما قادرش، الا ما بغوش يفهموك شوفي شي واحد من المقربين يدخل، اما عمك اما خالك اما شي واحد من الجيران عنده واحد الوزن. ما لقيتش اسهل طريقه كنمشي غير للجامع، الفقيه ديال الجامع الا كان ميسر، ما كانش شي واحد من دوك الصالحين اللي كيصلوا في الصف الامامي، راه كاين بعض المتقاعدين وبعض الناس الكبار عندهم الوقت فائض، اللي قلت لي شي واحد يبان فيه غير النور في وجهه، قول لها وقع ليا بغيتك توقف معايا، وغادي يمشي وغيتكلم معاهم. فاطمه الزهراء الله يكمل لك رجاء بنتي، وصيه للاباء والامهات
لا تكرهوا فتياتكم على التزوج بمن لا يرغبن فيه، لأن المآل سيكون الفشل وغادي يكون العذاب. وكفانا من هذه التقاليد والعادات البالية التي الإسلام منها بريء، بل الإسلام دعا إلى الإيجاب والقبول والاقتناع والرضا. عنصر الرضا ضروري ومؤكد، وإلا كان الأمر باطلا. الله يكمل لك رجاء بنت فاطمة الزهرة. معنا مكالمات كثيرة انقطعت، ربما لطول هذه المكالمة سوف نبنى للاختصار معذرة، وغنتحولوا من شيشاوة إلى طاطا مع للا خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمين حاج لبس عليك. حياك الله للا. الله يرحم والديك تعين عينا وخوت الله يسهل علينا. يا رحمن يا رحيم. ومشاركيني مع دوك البنات، مع دوك إبراهيم اللي هدر لي الله يرحم والديك. أيها بنتي خديجة مرحبا. مرحبا للا خديجة. خديجة اسمحي لي تكلمي، أنا غنسجل الرقم ديالك هو أمامي. عندي 34 عام. 34 سنة نعم. يلا يرحم والدين ودعي العيالة وخير الله يسهل علينا يا رب. للا خديجة واش أنت عندك القبول؟ السي إبراهيم حكى لنا بأن عنده أمه مسؤول بها، وعنده كذلك بنته من امرأة توفت له مسؤول بها. واش أنت عندك القابلية أنك تهلاي في الميمة ديالو في البنية ديالو وفيه هو كذلك؟ أيوه عندي الخطر ديالهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. الله يكمل لك رجاء يا رب يا كريم، أنت والأخت ديالك وجميع بنات المسلمين، الله يكتب لهم مكاتب الخير. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم. يا رب أفضل خوتي عندي الحاجة وما عندهم العكس. ما شاء الله. هاد العكس لنا خديجة باش كيبان لكم العكس؟ كيفاش كتشعروا به؟ ترى خويا الكبير عنده 40 عام مازال ما متزوج. ما شاء الله. واش هو خايف من الزواج او لا ما عندوش الامكانيات باش يتزوج، او الرغبه غير حاضره في ذهنه؟ لا عندهم الامكانيات، ولكن الله اللي دار لنا هكا. اختي عندها حتى هي 36 عام. ما شاء الله ما شاء الله. الله يرحم والديك. الله يكمل لكم رجاء للا خديجه. اسال الله تعالى ان يرفع عنكم هذه الموانع وان يفتح لكم باب القبول وباب التيسير وباب الخير والبركه. اللهم امين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. جزاك الله للا خديجة خيرا. وكنقول خديجة تنضاف إلى الأخوات، الأخت أمينة من مراكش، والأخت خديجة من دار البيضاء، والأخت خديجة من طاطا. هادو اللي تليفوناتهم حاضرين معنا وكيطلبوا رغبة من السي إبراهيم اللي هو كيقلب على زوجة تعتني بأمه وتعتني بابنته. كنبغي نقول للأحباب الكرام، راه ملي كتصيبنا شي شده من الشدائد ويتغلق واحد الباب، عندكم تكونوا غالطين، تبقوا تبكيو وتندبوا على حظكم والتعيس. الى تغلق واحد الباب الله يهنيه، الله يسهل عليه، التفت في الاتجاه الاخر، ارفع يديك الى السماء، سوف يفتح لك الله تعالى ابواب وابواب، عشرات الابواب. هذه العقيده الصحيحه، عقيده الكرم الالهي. ملي تجيني واحد الشده ويتغلق عليا واحد الباب، عندك نريح ونبقى نبكي واندب حظ التعيس ونقول انا ما عندي زهر، هذا الباب اللي كنت معول عليه ضاع ليا، ويتسد. وماذا يعني بعد ذلك؟ لا شيء. ارفع راسك الى السماء، ارفع يديك الى رب العالمين، قل يا الله يا الله، وتمنى على الله الاماني، وسوف ترى بان الحق جل جلاله يفتح لك بدل الباب الواحد عشرة ومئة باب باذن الله الواحد الاحد. فان من اسمائه الكريم، من أسمائه الجواد، من أسمائه الغني، ربنا هو الوهاب. الله يكمل لك رجاء بنت خديجة، الله يسعد قلبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نتحول من طاطا إلى ورزازات مع أخينا سيدي إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ربا، كده بخير. حياك الله مولاي. وش نجان صحابات؟ أعزك الله خويا. بارك الله سرك. الله يبارك فيكم. داري الدراري كلشي بخير؟ ولله الحمد والمنه. الحمد لله بارك الله فيك. معك عطيني. يا سيدي ابراهيم. كي داير كلشي بخير؟ كلشي بخير ولدي، حفظك الله ورعاك. بحثك اودي عنك، نحبك بزاف عون الله. احبكم الله ودا ابراهيم. كلشي بخير؟ كلشي مزيان سيدي. الحمد لله عني بحثك. عافاك عمي معنا في الدعوه ديال الخير، الله يحفظك. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. الله يحفظك. راه ولات الوالده شويه، فهمت؟ شافات شويه الحمد لله. الوالدة كيبقات شوية. عديت عند واحد السيدة في ورزازات. اييه. قالت لي عندكم واحد الثقة في وسط الدار.
اش عندكم؟ قالت لي عندها هو عندكم واحد الثقه في وسط الدار ديالكم. ثقه في وسط الدار؟ وشكون السيد اللي قالت لكم هذا الكلام؟ قالت لي سحروا لي في القزيبه ديال البقره. اعوذ بالله، هذه المره اللي قالت لكم هذا الكلام واش فقيها؟ نعم؟ هذه المره اللي قالت لكم هذا الكلام شكون هي؟ واش فقيها ولا شنو هي الصفه ديالها؟ لا هي عندها ناس بزاف، واحد السيده اللي وراتها لي فهمت؟ اييه. وانا ما قلت لي والو غير انا عاودت لي المشكل وهي كتعاود لي داك الشيء اللي وقع عليها فهمت؟ اييه اييه سي ابراهيم. اللي كانت تسول والدي قالت لي هو داك الشيء اللي قالت لي هو هذا. باش كتشعر سي ابراهيم الام ديالك اش اللي يضرها؟ انا ملي طلعت عندها وشد هذاك المس اللي قلت لك. اييه. وشد هذاك الشيء في الدار ديالها هي فهمت؟ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. خرجت لي شي عشوب فهمت؟ نعم. كنت خدمتهم واحد 90 فوار جوزات. بحال اش هاد العشوب؟ نعم. بحال اش هاد العشوب اللي خرجت ليها؟ هاد الشيء ديال طباخير. نعم. اللي سولت عليهم قالت لي انا ناقصه شويه في هاد الشيء ديال القارق فهمت؟ نعم سي ابراهيم. ما شاء الله. قالت لي في الاول كيفاش داك الشيء في الجنب ديال الكرش ديالها والراس فهمت؟ ما شاء الله، الله يشافي ويعافي يا رب، الله يشافي ويعافي يا رب. قالت لي دابا شويه بخير. الله يشافيها ويعافيها يا رب، يداويها بدوائك يا رب يا كريم. يا رب. لا اله الا الله. بخير. الله ينور طريقك سي ابراهيم، والله يعطيها الصحه والعافيه وتمام العافيه. شكرا لك سي ابراهيم. كنبغي كاشاره ايها الاحبه الكرام، هاد الناس اللي كيوقع لهم واحد النوع من المرض او بالتعبير الصحيح كيتسمى التمريض، حيت كاين المرض اللي هو مرض طبي كيفهم فيه الطبيب ببساطه، ده الشيء مقنن علميا طبيا، ان المريض مجرد كنديروا ليه التحاليل الدمويه كنعرفوا المرض ديالو، او نديروا ليه الاشعه كتبين لنا اصل المرض، او نديروا ليه اليوغام كنعرفوا حقيقه المرض. هذه امراض واضحه. كاين واحد النوع من المرض كيتسمى التمريض. هذا التمريض هو غير محدد، هو يختلف يتلون، حتى السكانير ما كيشدوش، حتى التحاليل الدمويه ما كيبانش فيها. هذا التمريض كيصيب الجانب الروحي. العلاج منه بعد السبب ديالو، شنو هو السبب؟ السبب انواع كثيره. كاين الله يحفظنا واياكم، فعلا كاين العالم ديال الشعوذه اللي كيكون مزدهر في بعض الاوساط، وربنا عز وجل تكلم عن هذا العالم بانه موجود. يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمان. قال العلماء هو علم له قواعد وله اصول، فكنلقاو الناس كيتعلموا هذا الشيء وكيضروا ببعضياتهم. وكاين اللي كيوقع ليه اعتداء من الارواح الخبيثه اللي هما من الجن، اللي هما بحال الفيروس، دي فيروس هما دائما كيهجموا، كيقولوا انتشروا اهجموا على ابناء ادم. هذا ابليس وجنوده كيهجموا علينا، مره كيهجموا علينا من خلال الافكار السوداويه. كيكون الرجل مع مراته جالسين بخير وعلى خير، حتى كيهجم عليه بواحد الهجوم كيعطيه الغضب وكيعطيه التمرد، وعلى اقل من هو سبب يوقع الشجار بين المرأة والرجل، كيقول لها أنت طالق وكتطلق. هذا هجوم إبليسي. كاين نوع آخر من الهجوم ديال الشهوات، كيكون الشاب جالس في الدار ديالو كيقرا في الإنترنت حداه موباه وكيقرا مواضيع علمية ثقافية، واحد اللحظة كيخرج العائلة كيبقى بوحدو في الدار عنده الإنترنت، كيدخل لي إبليس كيقول له غير حول، فكيخرج من ذاك الموقع ديك الصفحه اللي فيها الثقافه اللي فيها العلم، وكيمشي للمواقع اللي هي محرمه دينيا فينظر اليها ويتلوث بالخطيئه. كاين اللي كيكون جالس مع راسو حتى كيدخل ليه واحد الفكره شيطانيه كيقول ليه بلاتي راه ما كاين لا خالق ولا وجود ولا قران ولا دين ولا جنه ولا نار ولا كل ذلك غير كلام وخيال، كيوصلوا للكفر وللالحاد. هذا كلها قضايا شيطانية، وكيوصل أن الإنسان يضر بعضهم بعضا، يوحي إليهم زخرف القول، يضر بعضهم بعضا. فممكن هادشي كاين في المجتمع ديالنا سي إبراهيم، ممكن الأم ديالك تكون تعرضت لشيء من السحر في الثقافة الشعبية عندنا متواجد. واحد مرة شفت واحد مسؤول كبير كيخبرني بأن داروا إحصائيات على عدد الشعوذة، داكشي سري جدا، سري للغاية. لقاو بأن عدد المشعوذين اللي كيتعطوا لهادشي ديال السحره منتشر بشكل مخيف. نضو الناس اللي هما في الامن سري، والناس اللي هما في السلطه سريا مقدمين شيوخ بحثوا وقلبوا في مجموعه من الاماكن ولقوا بان العدد مخيف.
الناس اللي كيتعاملوا بهادشي ديال السحر والشعوذه سواء في المدن او القرى معظمهم مشعوذين غير كيقولوا كلام كيدوم الناس، ولان السحاره ما ساهلش باش تكون ساحر. الساحر راه واحد المقام شيطاني خطير باش توصل ليه خصك ما هي ولونها. لكن معظم هؤلاء غير مشعوذين كيقولوا كلام، يتقنون فنون الكلام ليكسبوا اموال الناس. بغيتك سي ابراهيم، الام ديالك وهي كتشعر بهذه الاشياء ما تعمرش راسها بمثل هذه العلاجات، لان هذه العلاجات ملي كتدخل بها كتيه متاهات لا حصر لها وغير قابله للتقنين ولا للبرهنه العلميه. ملي كيمرض الانسان مرض طبي يقصد الطبيب يقول لي اعطني العلاج، كيعطي العلاج ببساطه. ملي كيمرض مرض نفسي او مرض روحي يلجأ مباشره الى الذكر، الى الدعاء، الى الاستغفار والى السجود. اعظم وسيله من وسائل العلاج للامراض النفسيه والروحيه. وحتى لو كنت فيك شعوذه ومعمول لك عمل سحر او وقع لك تقاف او غير ذلك، اعظم طريقه للعلاج وهو السجود لله. اسجد لله رب العالمين، واثناء سجودك قل يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا كريم اكرمني، يا قوي قوني. ادعو الله عز وجل باخلاص وبنيه في القريب العاجل ترى العلامة الإيجابية ويشافيك الله سبحانه وتعالى. أما هذه العوالم الكثيرة كيكونوا فيها ناس هذه المرأة كتعرف تتكلم، كتلبس واحد الزي، أو واحد الراجل كيطلق واحد اللحية، كيدير واحد السبحات في واحد الشكل، واحد العمامة، واحد الإعلام خضر حداه، وكيلعب واحد الكارطة كيقول لك قلها قلبي هات خمامي ها باش ياتيني الله، دير النية وبات مع الحية، وكيذكر لك واحد الترانيم اللي فيها، وكيطلق واحد البخور باش يوقع واحد النوع من التعمي. هذا سيناريو، سيناريو كبير به كتشد به الناس، ولكن لا يحق إلا الحق. والحق بكل بساطة هو في المحافظة على الصلاة والمحافظة على الجماعة مع عباد الله المؤمنين في بيت الله، والسجود لله، وقل يا رب إني فوضت الأمر إليك. أحسن طريقة للعلاج الفوري 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 في اللحظة، قل يا رب إني فوضت الأمر إليك. حينما تفوض الأمر لصاحب الأمر يفاجئك بالخير وبالبركة وبالنتيجة الإيجابية السريعة جدا. أخي إبراهيم، الله يشفي الوالدة، الله يداويها بدوائه، الله يعالجها بعلاجه، الله يقويها بقوته، والله ينورها بنوره. اللهم آمين يا رب يا كريم. وغنمشي إلى مكالمة ثانية مع للا سعاد من ورزازات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا متريفة، أنت داير؟ حياك الله بنتي، الله يبارك فيك. أنت داير لاباس عليك؟ ولله الحمد. بغيت نهضر معاك، يلاه فرحانة مني شد ليا الخط. مرحبا مرحبا للا. راك عارفة كان متريفة أنت داير ليا مع أختي، واحد أختي ما عندهاش الدراري. إيه. باقي ما ولدات. الله أكبر. وأنا مريضة شوية ما عرفت مالي كان فيا وقيلة. كيقول لي فيك التوكان لا ما شاء الله. قولي يا بنتي سعاد، الاخت ديالك شحال بس مزوجه حاليا؟ شحال؟ 6 سنين. الله اكبر. ومشات هي وزوجها لعند الطبيب باش يعرفوا شنو هو السبب ديال عدم الانجاب. راه دوزو قال لهم ما لكم والو. قال لهم ما عندكم والو. قال لهم ما عندكم والو. ما شاء الله. وانت يا بنتي سعاد قلتي عندك التوكال، شنو هما الاعراض اللي كيبانوا عليك؟ انا بحال دابا الى صيمات. نعم. كنبغي الى صيمات. نعم. الى فطر كنتقيه، واحد الرجل ديالي اليسرى كضرني. نعم. الشعر ديالي ساقط بزاف، ساقط ليا بزاف. وانت يا سعاد بنتي زرتي الطبيب كذلك؟ زرتو شحال، قال لي العاف عندك العاف. ما شاء الله. التوكل عنده علامات، الظفار ديالك كيتقشروا؟ لا، الشعر ديالي اللي يطيح بزاف، والرجل ديالي اليسرى كضرني بزاف. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يشافيك يا بنتي سعاد، الله يشافيك ويعافيك ويداويك يا ربي يا كريم. لالا سعاد، طريقة ديال العلاج طبعا ربي ما انزل داء الا انزل له الدواء، هذه حكمة ربانية. ربي خلق لنا الامراض واعطانا علم اسمه الطب للعلاج، ويدرس ويدرس ويتعلم. فاحنا كنقصدوا هذا القانون الالهي اللي وضعه ربنا سبحانه وتعالى. احيانا ملي كيكون الطب توا بشر، والطبيب توا غير مجرد بشر، دوز البكالوريا نجح بنقطة عالية،
دخل كلية الطب، درس 7 سنوات، حتى هو كان طالب مشاكس، حتى هو كان عنده غراميات، حتى هو كان كذا كذا، وصل لواحد المستوى بعد الستيام اني كيدير التخصص في قطاع معين، وكيبقى مضارب كيقلب على العيادة واش يخدم مع الدولة ولا يستقل بنفسه كياخذ عيادة. كذلك كيلقى ربما إلا كان ميسور الحال كياخذها بسرعة، ما كانش كياخذها بالكريدي أو لكي يتساعد مع بعض الناس. رحلة شاقة. طبيب مخلوق بحالنا كي عنده واحد المجهود جبار، وحتى هو عنده اعتراضات كثيرة، أحيانا كيدير اللي في جهده وما كنوصلش النتيجة. هنا كان نستعنوا بأشياء أخرى مباركة. نقول لك بنتي سعاد، وحنا على وشك رفع الأذان ديال صلاة العشاء، طريقة ديال العلاج ملي درت الأسباب الطبية وما جابش النتيجة، ديري واحد الإناء ديال الماء، واحد البوديزة ديال 5 لتر الماء المعدني، وغنقرأ فيها الفاتحة 7 مرات. الفاتحة 7 مرات تسمى الفاتحة الشافية العافية الكافية، نقرأها بنية الشفاء، ونشرب ذاك الماء، نشرب حتى أتضلع بحال نشرب ماء زمزم. هذاك الماء غيمشي في الدات ديالي، غيمشي في العروق ديالي، وغادي ينقي ليا ويطهر ليا جميع الأمراض والخبائث اللي في الجسم. وذاك الخبث ديال التوكال غادي يخرج مع التبول، حتى التوكال هو الأصل ديالو بحال الضفر صغير كينبت في المعدة، ثم يعيد النبات ديالو مرة ثانية، كنحيدو كيعاود ينبت مرة ثانية، كيهلك الصحة، كيخلي الإنسان هزيل، كيتساقط الشعر، البشرة وغير ذلك. أحسن طريقة وأسهل طريقة بالاستشفاء بالقرآن الكريم، يكفي سورة الفاتحة 7 مرات، وإن زدت كان أفضل. الأخت ديالك اللي محتاجة إلى الأولاد، أعظم طريقة للحصول ساعة الليل، قيام الليل في ساعة يتنزل فيها ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأعطيها له، قل لها تقوم هي وزوجها يتوضاوا ويصلوا ركعتين ويقولوا يا الله يا الله، يناجيه باسم يا وهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا، يا وهاب يا وهاب هب لنا من عندك ذرية طيبة، رب لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. وسبحان الله، ربنا عز وجل من دعاه في جوف الليل لن يرده خائبا. أسأل الله الكريم للا سعاد أن يرزق أختك الذرية الطيبة بالذكور والإناث في القريب العاجل، اللهم عجل له بالفرج، وأسأله سبحانه أن يشافيك ويداويك من عنده، اللهم آمين يا رب العالمين. ونرفع صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، ثم نعود من جديد. تقبل الله صلاة الجميع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. عدنا أيها الأحبة الكرام بعد أداء الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يحبب لنا وإياكم جميعا الصلاة في وقتها في مساجد الله مع الجماعة، ويرزقنا وإياكم الخشوع والإخلاص، اللهم أمين يا رب يا كريم. ونواصل باقي المكالمات. اللحظة نتحول من ورزازات إلى إقليم وزان مع أخينا عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الحاج كيدير بخير؟ حياك الله سيدي عبد السلام. نور الإذاعة، الله يجعل سيدي ربي نورك. الله يرفع مقامك مولاي. عندي سيدي، كنت كنخدم أنا والوالدة. إيه؟ كنا جمعنا شي بركة الفلوس، كنا قررنا في شهر 3 مش نبني واحد دار. نعم. وصل شهر 3 توفت. الله أكبر. قاسية بزاف عمي الحاج، قاسية بزاف. إن لله وإن إليه راجعون. وصل شهر 3 كنا مقررين ديك شهر 3، وصل شهر 3 توفت. الله أكبر ما شاء الله. دابا كنمشي نقرا عليها كل صباح، دابا الجائزة كنقراها هاي. اي اشط كتمشي للمقبره تقرا شي بركه ديال القران الكريم؟ كنمشي للمقبره انا كل صباح دابا من شهر 3 وانا كنمشي جائز ديك القران. نعم نعم ان شاء الله تجاوبك باذن الله. يا سعد السلام، واحد السؤال اخر عندي. نعم. واحد السيد اخر اللي تعدى عليا بزاف، كيطلق لي على يد على الفلاحه، وكيطلق لي في الزرع، يطلق لي المسائل كامله. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. والدعالي مع الوالد بزاف تا هو، وقع فيها الحد بزاف. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. سعد سلام، لا إله إلا الله خويا، الله يفرج عليك وإن شاء الله الله ينصرك. أنت مرضي الوالدين، عمرك ما غتخيب.
دائما مرضي الوالدين لا يخيب ابدا باذن الله الواحد الاحد. شكرا لك سي عبد السلام. اخونا عبد السلام، الام اللي توفات وكانت معاه في عمل جدي، جمعوا المال وبغي يبنيو، سبحان الله العظيم. كل حاجه بقدر الله، ربي قدر ان ديك الام غادي تعاون ولدها في جمع هذه المبالغ الماليه، ثم سوف تودع الحياه الدنيا، غادرت من دار الفناء الى دار البقاء. سي عبد السلام مرضي الوالدين كيزور الام ديالو كل صباح من مارس، كيزورها كل صباح يقرا شي بركه ديال القران الكريم. اخي عبد السلام، زياره القبور هي جائزه، لكن لا ينبغي ان تكون دوامه دائما وابدا. سيدنا رسول الله كان تكلم على بعض النساء اللي كانوا كيمشيو ويجيو، منين جايه؟ جايه من المقبره. وين غاديه؟ غاديه للمقبره. فقال لهم لعن الله زوارات القبور، اللي كيبقى غادي وجاي، غادي للمقبره. نعم، زياره المقابر امر جائز، لكن ينبغي ان تكون بين الفينه والاخرى، حتى الميت لا ينتفع بالزياره، وانما الذي ينتفع هو الحي. الميت ما ينفعه هو الدعاء بالرحمه والمغفره، هو الصدقه على الفقراء والمساكين. وطبعا على راي فريق من اهل العلم يجوز ان نقرا عليه ما تيسر من كلام الله. حتى فريق اخر من اهل العلم كيقول لك لا، القران الكريم عندما انزل للاحياء لتنذر به القوم اللي هم يعقلون، عندهم قلوب يعقلون بها، اما اللي اموات هذاك ما لم ينزل عليه القران. كيقول لك القران الكريم فيه اوامر ونواهي، اركعوا وسجدوا، جاهدوا في الله حق جهاده، هذه اوامر للفعل، وذلك مات. وطبعا هذا تاويل او الراي فيه نظر، لان القران الكريم ليس اوامر ونواهي وتشريعات فقط، وانما القران الكريم واوسع من ذلك، هو نور وبركه وهدايه ورحمه وغير ذلك. فالعلماء قالوا بان كنا البركه ديال القران، نتصدق بما معك من القران، تقرا على امك ما تيسر، اما سوره ياسين، اما سوره الملك، اما الاخلاص والمعوذتين، او ما تحفظه من محفوظاتك، كله ان شاء الله جائز على راي فريقي من اهل العلم. لكن الزياره كل نهار كل نهار هذه لا تنفع، لان فيها تعب وتضيع لمصالحك الدنيويه. نزورها مره في الاسبوع مثلا، او شي مناسبه من المناسبات اللي هي فيها كذا، مزيان، ولكن دوما 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 لا، لانك انت عندك ايضا مسؤوليه، عندك وليدات ومحبه ثابته باذن الله تعالى. سي عبد السلام، هذا السيد اللي في الباديه في الفلاحه كيتعدى عليك، تحاور معه بالتي هي احسن. علاش اخويا اش بيني وبينك؟ الا عندك شي حقوق نعطيها لك دابا الان، كتسني شي حاجه نعطيها لك. الا كان ود الناس وفي الحياه راه غادي يسمع منك وغادي يقول لك بغيت حقي كذا وكذا، كيتسال شي حاجه اعطيها ليه، ولا عطيتي ليه بالزايد الله يربح وربي يعوض. لكن إذا كان غير إنسان معتدي، كاين بعض الناس فيه 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 الظلم والاعتداء، ودويتي معاه ما بغاش يحشم، غدير واحد العمل ربي غادي يجعل بينك وبينه حجابا مستورا. غتجلس وتضعو أمام عينيك وغتقرا سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى آخر الآيات، اقرأها 7 مرات. ربنا عز وجل سوف يجعل بينك وبينه حجابا مستورا. النهار اللي يفكر يقرب منك كتزعزع الارض من تحت ارضه، من تحت رجليه، ويقذف الله تعالى في قلب خصمك الرعب، يقذف في قلبه الرعب، ما يسمى بالرعب النفسي الذي يقع على الظالم وليس على المظلوم. فأخي عبد السلام، دير في الاول الاسلوب الدبلوماسي، احنا كمؤمنين مطالبين بالحوار بالتي هي احسن. إذا كان الإنسان ربما هو ظالم ومعتدي، ما تمشي للقيد لا المحكمة لا وكيل الملك، جلس مع راسك صلي واحد الركعتين، قول يا ربي هذا السيد ما كيتعدى عليا وأنا ما باغي عيب، يا ربي غنقرا هذه الآيات تكون بيني وبينه حجاب، ما يبقاش يدوز يقرب مني نهائيا، ينساني. غتقراها 7 مرات آية سورة الزلزلة، وسوف ترى بأم عينيك بأن هذا السيد غينشغل عنك، أو يعود محبوبا، يعود يجي عندك يودك ويقول لك اسمح لي، غادي يلقي الله في قلبه شيء غريب، اما رعب يخافك ويهابك وينصرف عنك، واما رحمه وموده. العلماء قال لك لو بغيتي يقذف الله في قلبه الموده والرحمه، اقرا عليه
الصلاة على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبقد صلى على النبي المختار، صلى على النبي المصطفى، وغي يقذف الله في قلبه المحبة وتجاهك ديك العداوة وديك البغضاء وديك الحقرة، غتحيد وغتعود محبة ومودة واحتراما وحفظا لحقوق الجيران. الله يهدي ما خلق يا ربي يا كريم. وسام سلام، انت مرضي الوالدين عمرك ما غتخيب. الله يجعل رضاة الوالدين تكون معك اينما حللت وارتحلت. اللهم امين يا ربي يا كريم. ونتحول من وزان الى تارودانت مع اخينا سي حمادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أهلا سي حمادي. وكيداير عمك وريبان؟ الحمد لله مولاي. ولاباس عليك. الله يبارك فيكم. ونشكر هذه الإذاعة ونشكر هذه عمك وريبان. أعزك الله خويا. عندي خويا واحد السؤال عمك وريبان، الله يجازيك بخير. يا مرحبا. أنا كنعقد شوية عن الصلاة ديالي، كنبغي نصلي وكنعقد كتجيني شي عقدة ما عرفت. لا إله إلا الله. أي كنبغي كاع نقوم نصلي ولكن كنعقد ودي عمك وريبان، كنبقى كاع غير دريك دريك ودريك نقوم دريك نقوم تما كنعكس كاع. ما شاء الله. وفوتني كاع الوقت بعض المرات، فوتني العشاء تا لواحد الوقت الى 12 ديال الليل، والله قاعد لوحده شي وقت قاعد الصباح. لا اله الا الله. وفيك تضيع الوقت ديالك سي حمادي؟ والو، غير مره هكا انا كنسرح، مره هكا الكتيبه، ومره انا راعي طاف كنرعى الغنم. راعي الغنم سعادتك، انت راه عندك وظيفه ديال الانبياء والمرسلين. جميع الانبياء والمرسلين كانوا كيرعوا الغنم. الله يجزيك بخير الدعم يا سي عبد الحمادي. الله يعطيك القوه ديال الايمان والقوه ديال اليقين، وطلبوا الله تعالى بفضله ومنه يحبب لك الايمان ويحبب لك الصلاه في وقتها. اللهم امين يا ربي يا كريم. الدعم كريمان كان دعينا شي دعاء، الله يجزيك بخير. يا رحمن يا رحيم، الله يجعلك من الذين الوالده راه بغات تمشي للحج ان شاء الله فهاد. نعم ان شاء الله يا ربي، الله يكمل لها الرجاء، الله يكمل لها الرجاء ولا طاش حجه في القريب العاجل. وسي حمادي باش تعاون الوالده ان شاء الله تعالى خاصك تصلي، لان احسن طريقه باش نعاونوا الوالدين نعاونوهم بماذا؟ اما بالقدرات الماديه اللي عندنا، واما بان نصلي لله سبحانه وتعالى. واكيد ان الحق جل جلاله يفتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب الرزق. فالصلاه اخي حمادي هي عماد الدين، الذي لا يصلي راها الله يحفظنا واياكم قاطع الصله بينه وبين خالقه. كنا في واحد الملتقى دولي ديال الاديان، فيه مجموعه ديال الناس، هذا مسيحي وهذا يهودي وهذا بودي وهذا هندوسي وهذا زرادشتي وهذا مانوي وهذا صابئي، وواحد المجموعه غير متدينين اصلا. سبحان الله العظيم، بماذا سوف نعرف المسلم من غير المسلم؟ بوقت الصلاه. المؤتمر كبير كيتكلموا بلغات مختلفة، وكيديروا أنشطة متعددة تهم النظام الدولي الجديد وقضايا السلم العالمي. بماذا نعرف هذا مسلم وغير مسلم؟ بالصلاة. ملي كيجي وقت الصلاة كتلقى المسلم كينوض يصلي خمس مرات في اليوم. نهار الجمعة خوتنا اللي كانوا معنا مسلمين نضوا كلهم قالوا خصنا نصلوا الجمعة، حنا مسافرين تسقط الجمعة. لا، نصليها بإذن الله، نتجمع. وبدا كيتجمعوا، جمعوا واحد المجموعة وصلوا الجمعة. يوم السبت عرفنا اللي هو يهودي. نهار السبت كتلقى تغيب عن الحضور في الملتقى، هذاك المؤتمر تغيب عنه، باش عرفنا بأنه يهودي لأنه مشى كيصلي، لأنه خص كيحافظ على الصلاة ديالو. نهار الأحد وحنا جالسين في الملتقى تغيب مجموعة من الوجوه. شكون هما؟ دوك هما اللي هما مسيحيين، حتى هما متدينين مشاو كيصليو. واللي بقاو تما شكون؟ إما دوك اللي هما غير دينيين لا يصلون، وكذلك بعض خوتنا اللي هما مسلمين ولكنهم لا يؤدون صلاة الله. فبانوا شكون فلان وفلان وفلان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة أخي حمادي عماد الدين، الذي لا يصلي يضيع أجرا عظيما وهو لا يعوض، ما كاين تعويض. النهار اللي داز انقطع من عمرك ولن يعود ابدا. ونبي الرحمه صلى الله عليه وسلم كيقول لنا اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. في القيامه يلا كيوقف الانسان من القبر ديالو كيسولوه الملكين هل تصلي؟ إلا قال لهم نعم أصلي، كيقول لي يا مرحبا تفضل. كيجلسوا في واحد المكان مريح في ظل ظليل، وكيعطوا أسئلة بسيطة في بقية أمور الدين. إلا سولوا السؤال الأول هل تصلي؟ قال لهم لا،
يقول يدوز لهذه الجهة إلى اليسار، بمعنى أن الأعمال اللي قام بها كلها موقوفة. بحال واحد الإنسان كتب واحد الرسالة في البريد وجملها ونمقها ونقحها، ومن اللي دارها في الجواء في الظرف البريدي انسى انه يدير التنبر. واش هذيك ديك الجواء غادي يوصل؟ ما غيوصلش، لان المسؤول عن البريد ساعي البريد غادي يلقى التنبر ما كاينش، وخا غيلقى العنوان مرفوضه ما غترجع. هكذا هو الاعمال ديالنا، الاعمال ديالنا الصلاه هي عباره عن التنبر البريدي. ملي كدير اي عمل، بر الوالدين، الصدقه، الصيام، فعل الخير، ملي كتكون كتصلي راه عندك التنبر كدوز ديك الرساله. اما اللي كيدير الاعمال ديال الخير، القيم الانسانيه، وقلبه عامر بالخير، وكيدير التعاون الدولي، وكيحب الفقراء، وكينتصر للمظلومين، وكيزهد في الدنيا، ولكنه لا يصلي، هذيك الاعمال العظيمه الجليله ما كتلقاش الطريق والمسار الى الوصول الى صاحب الامر، فترجع الاعمال. فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا كيتكلم على بعض الناس اللي كانوا كيخدموا في الدنيا، كيخدموا، راه كيخدم في الفلاحه وفي الصناعه وفي الدفاع عن حقوق الانسان، وعنده قيم انسانيه خالده، ولكن اعمال طيبه عظيمه، ولكن يوم القيامه ربك يقول لها كينفخ فيها فتذهب كلها. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيقول لك العلماء هاد الناس اما كيديروا العمل غير خالص لوجه الله، وانما للقيم الانسانيه والمنطق العقلي وهاد المفاهيم الكبرى، ليس لوجه الله. كيقول لك الله تعالى فعلته ليقال بانك كذا وكذا، فقد قيل انتهى الامر. او انه لا يصلي. الصلاه مهمه جدا اخي حمادي، انت عندك وظيفه الانبياء، وظيفة المرسلين اللي هي رعي الغنم. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من نبي إلا ورع الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. جميع الأنبياء بدأوا برعي الغنم، حتى سيدنا موسى الكليم 40 عام وبقي يرعى الغنم. حينما جاءه الوحي الإلهي قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهش بها على غنمي، كان يرعى الغنم. فهذه وظيفة عظيمة وجليلة، لأن اللي كيرعى الغنم يستفيد أنه كيفيق مبكر في السروية، يفيق مع الفجر، خصوصا الفجر، وملي كيتم غادي ينظر إلى ملكوت الله، إلى شروق الشمس، إلى الصبح يتنفس، وكيبقى مع البهيم. البهيم هي ما كتكلمش، حيوانات عجماء بكماء، هو غير في الخلاء. ماذا يقع؟ لا يتكلم، ليس هناك من يحاوره، يفتح المجال للتفكر في ملكوت الله، للتأمل في جلال إبداع الله، فيقع في أعظم عبادة، وهي عبادة التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي كيرعى الغنم راك يتمتع بشروق الشمس وبغروبها وبزوغ القمر وبضي النجوم في جوف الليل، هذه كلها جماليات ديال الكون. راه عنده قرآن، ربنا عز وجل عنده كتابان، كتاب مقروء هو القرآن الكريم المصحف الشريف، وكتاب منظور وهو هذا الكون الفسيح. فالمفروض أخي حمادي تكون أكثر الناس عبادة وطاعة وحفاظ على الصلاة. فيكفيك أخي حمادي، بغيت نقول لك لنفسي ولك وللسادة المستمعين ولكل من كان مفرطا في هذه الفريضة، يقول يكفي، يكفي ما ضاع، ضاع الكثير ولم يبقى إلا القليل. علينا أن نحافظ على الصلاة في وقتها، وربنا عز وجل سوف يبارك. فنطلب الله تعالى، اللهم يا أكرم الأكرمين حبب إلينا الصلاة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا رب يا كريم اجعلنا من الذين يؤدون الصلاة في وقتها. يا رب حينما نسمع الله أكبر، اللهم ازرع في قلوبنا حب عبادتك وذكرك، وطلق من نفوسنا حب الدنيا وزينتها وزخرفها. يا رب حينما نسمع الله أكبر، اللهم خذ بنواصينا
إلى المساجد، خذ بنواصينا إلى الطاعة، واجعلنا في الصفوف الأمامية مع المؤمنين الذاكرين الساجدين الراكعين. اللهم يا رب يا كريم، وارزقنا الخشوع في صلاتنا، حينما نصلي لا نفكر في أي شيء من الأحوال الدنيا. اجعلنا يا ربنا من الخاشعين، وارزقنا اللهم الإخلاص، اجعلنا نتقن الصلاة ليس ليقال بأنه يصلي، ولكن نصلي لوجهك العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الصلاة تكون تأذيبا لنا ومطهرة لنا، قلوبنا تعمر بالإيمان وباليقين والطمأنينة والسكينة والرحمة والفرحة والرأفة، واجعل سلوكنا يكون على الطاعة والاستقامة، لا نقرب حراما ولا نقترب من مشبوه، واجعلنا يا رب من عبادك الصالحين الأخيار الأبرار. وأقول لأحبابنا الكرام، كل من يعاني من مشكلة اجتماعية أو عنده مشاكل نفسية أو عنده قلق روحي أو عنده مانع من الموانع أو عنده مصائب تترى كلها تلاحقه، العلاج والمخرج أيها الأحبة الكرام هو أن نقوم للصلاة. هذه الليلة مثلا ممكن أقول سوف أقوم في جوف الليل، الناس نائمون، سوف أقوم أتوضأ أصلي لله ركعتين خاشعتين، وأعرض قضيتي بين أنظار الله. يا رب إني عندي مشكلة أو عندي صعوبات أو عندي شدائد، يا ربي إن طاقتي وقدرتي ضعيفة، ولا سبيل لي ولا حول لي ولا قوة، وأنت ربي وأنت خالقي، يا ربي ارفع عني ما أجده. وسوف ترون أيها الأحبة الكرام عجائب قدرة الله. الأحباب اللي بغي يمشوا للحج وكيقول لك ندير القرعة كل سنة وبقي بربي ما جابش لي، أعظم طريقة لكي يكرمك الله بالحج أن تقوم الليل وقل يا رب اجعلني ممن جعلته يزور البيت العتيق ويطوف حوله، اجعلني ممن يسعى بين الصفا والمروة، اجعلني ممن يصعد إلى عرفات، اجعلني ممن يرمي الجمرات، واجعلني ممن يقف تحت القبة الخضراء يسلم عن النبي المصطفى. وسوف ترون العجب العجاب أن الله تعالى لا يرد الداعي في جوف الليل، فهو يقول جل جلاله في الثلث الأخير من الليل: هل من صاحب حاجة فأقضيها له. وكل من عنده مانع في الزواج، مانع في الرزق، مانع في التوظيف، مانع في الحجرة، وبغى ربي يعطيه النصر والعزة، ما عليه إلا أن يصلي لله تعالى، وسوف يرى بأن كل المشاكل وكل الهموم وكل الاحتياجات كلها بإذن الله مقضية. اللهم وفقنا للصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.